هذه وقفة مفاجئة نظمها عدد من النشطاء البحرانيين حينما سمعوا عن قدوم الرئيسة الكورية الجنوبية التي للتو قبل أسابيع بسيطة كشفت بعض الوثائق المسربة عن صفقة لبيع أكثر من 1,600,000 عبوة غاز قاتلة إلى البحرين. هذه الوقفة نحن نقف الآن في هذه اللحظات ويتواجد في داخل مبنى الداونينج ستريت مكتب رئيس الوزراء البريطاني رئيسة كوريا الجنوبية. نحاول نصل صوتنا. هنا تجمع للشرطة كبير، تم استجواب عدد من البحرانيين. أتصور أن رئيس الوزراء البريطاني وكذلك رئيسة كوريا الجنوبية سمع بشكل جيد هذه الأصوات وسمع بشكل جيد هذه النداءات وعرف بشكل جيد أن شعب البحرين يقتل بسبب هذه الغازات، وبالتالي هما شريكان، من الواضح هما شريكان في قتل شعب البحرين وفي سفك دمائه وفي خنقه وفي قتله بهذه الغازات السامة.